اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد براديب كومار جيوالي وزير خارجية نيبال، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن تطلع مملكة البحرين إلى تعزيز العلاقات مع نيبال والارتقاء بكل أوجه التعاون المشترك الذي يعزز مصالح البلدين ويعود بالمنفعة على شعبيهما الصديقين ويؤدي إلى زيادة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. من جانبه أكد معالي السيد براديب كومار جيوالي حرص نيبال على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات، بما يدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب.